حلت مملكة البحرين في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مؤشر رأس المال البشري 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما يعكس حيوية القوى العاملة البحرينية. المملكة صنفت في المرتبة 46 عالميا، وسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته البحرين في زيادة نسب التحصيل العلمي، تحديدا التعليم الثانوي والعالي، حيث صنفت البحرين في مرتبة متقدمة فيما يتعلق بجودة النظام التعليمي، لتأتي في المرتبة 25 عالميا، وفي مستوى تدريب الموظفين في المرتبة 22 عالميا، وفي المرتبة 38 عالميا في سهولة الحصول على موظفين أكفاء. وساهمت الجهود المبذولة في التعليم والتدريب مع وجود نخبة واسعة من المعاهد المتخصصة في التدريب ودعم دخول الشباب إلى سوق العمل، وهو ما جعل من البحرين حاضنة لإحدى أكثر القوى العاملة الوطنية تنوعا في منطقة الخليج العربي، حيث يبرز البحريني في جميع القطاعات الاقتصادية، كما ويعمل حوالي ثلث العمالة الوطنية ذات الدور الاقتصادي النشط في القطاع العام. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور محمد علي حسن، عضو مجلس الشورى. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا. يعني بداية، كيف نقرأ التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بإحراز البحرين المرتبة الأولى في مؤشر رأس المال البشري؟ كيف تقرأ لنا هذا التقرير؟ أولا أهلا وسهلا بكم في تلفزيون البحرين. في الواقع أن حصول البحرين على هذه المرتبة الأولى في الشرق الأوسط في نمو رأس المال البشري في الواقع أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز، وذلك يعكس جودة العنصر البحريني المتميز النشط. والتقرير يقرأ بقراءة جيدة جدا. أنا شخصيا على مستوى الشخصي سعيد جدا بهذه النتيجة، وأعتقد كل شعب البحرين قاطبة سعيد بذلك. والبحرين طبعا الكل يعرف أن هي تاريخيا كانت حاضرة للعلم والمعرفة منذ آلاف السنين، منذ حضارة دلمون القديمة وما بعد ذلك. البحرين كانت في كثير من الأوقات مصدر للعنصر البشري لدول المنطقة في مجالات وميادين متعددة في العلم والدين والأدب والفقه. وفيما بعد في العصور الحديثة كانت البحرين أيضا مصدرة للعنصر البشري لدول المنطقة في مجالات الحديثة من العلم، كمجال البنوك ومجال الهندسة وما إلى ذلك من كثير من المجالات. نعم. طيب دكتور، يعني كما جاء في التقرير المجالات التي تناولها سواء في زيادة نسب التحصيل العلمي أو في مستوى تدريب الموظفين والحصول على موظفين أكفاء، يعني كيف ترى يعني هذه الأمور الثلاثة مجتمعة على مستقبل مملكة البحرين الاقتصادي وعلى دورها أو مركزها كمنطقة جاذبة للاستثمار؟ أولا كما ذكرت أن البحرين تزخر كثيرا في كل الميادين والمجالات بالكفاءات البشرية، ووجود هذه النتيجة وهذا التقرير لا شك أنه سينعكس انعكاسا إيجابيا كبيرا على وضع البحرين داخليا ومستقبلا. هذا سيعزز بلا شك من فرص المنافسة في كافة المجالات بالنسبة للبحريني. وبالنسبة للاقتصاد البحرين، ستكون البحرين بلا شك نتيجة لهذا التقرير وما وصلت إليه البحرين جاذبة لكثير من مجالات الاستثمار. فالمستثمر عندما يقرأ هذه النتائج سيتأكد أن هناك في البحرين في عنصر بشري جاهز، مدرب، كفؤ، قادر على العمل، صبور، وبإمكانه أن ينجز أكثر في كل المجالات التي تستدعي وجود عنصر بشري أو تستدعي وجود استثمارات أجنبية أو محلية. نعم. الدكتور محمد علي حسن، عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.